بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يالنجك، شقة داخل مجمع سكني، طبعا فيها مصعدين العمر. احنا الان في الدور الثاني، رقم الشقة 80، مساحتها 155 متر مربع، هي عبارة عن 3 غرف صالة، مطبخ، وفيها بلكونتين، 3 دورات مياه. هنا عندنا الانترفون بالكاميرا. اول ما ندخل على يدنا اليمين عندنا الصالة، طبعا التدفئة فيها ارضية زي ما انتم شايفين. هذه الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة، لها اطلالة جزئية على البحر وعلى المدينة زي ما انتم شايفين. هذه الاطلالة، مجمع مخدوم، فيها ملعب كرة قدم، ملعب سلة، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، العاب اطفال، جلسات عائلية، تشطيب جميل جدا. هذه البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة، راح نشوفها الان. هنا عندنا الممر، هنا المطبخ على اليمين، طبعا لها مخرج للبلكونة الأمامية زي ما انتم شايفين. هذه البلكونة مساحة كبيرة وشرحة. هذه الإطلالة، الشقة في الدور الثاني. عندنا حراسة أمنية في المجمع، كاميرات مراقبة، هنا عندنا الحمام الأول أكرمكم الله، هذه الغرفة الأولى، عندنا هنا مكان غسالة الملابس، هذه الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، فيها الفرنج المروش، أيضا المغسلة. هذه غرفة النوم الرئيسية، أيضا لها إطلالة جميلة على الطبيعة. هذه إطلالتها جميلة على الطبيعة، لها بلكونة. زي ما شايفين هذه الكاميرات، مجمع سكني، هذه إطلالتها على الطبيعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.